رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وفقرتنا أنامل ذهبية، وإزاي ممكن يكون عندنا صناعة لحاجات تدي لمسات جميلة في البيت، شكل زي ما احنا شايفين، ويمكن اللون كمان كده يدي إحساس بالراحة كده والصفاء، اللون الأبيض الجميل، وطبعا صناعة الشموع. ويعني ما فيش بيت أعتقد ما بيخلاش من موضوع الشموع، ودايما لما بيجينا حتى في الدراما بين أن هي كده بتدينا حاجات الهدوء مش هنقول الرومانسية، بس الحاجات البسيطة اللي بتدي نوع من أنواع أن يبقى في حب، في ود، في تعامل داخلي، في سلام وصفاء نفسي. وده يمكن اللي احنا حاسينه في الوقت الحالي. خلينا في البداية نرحب بضيفتنا وضيفتكم النهاردة الأستاذة نهاد الشريف، مصممة ومصنعة شموع. أهلا وسهلا بك معانا. أولا إيه الحاجات الجميلة دي؟ والرغم من أشكالهم اللي تقريبا شبه بعض، بس الأطوال والشكل نفسه مديني إحساس كده بأن الواحد في جو مختلف يعني. فقولي لي إيه موضوع صناعة الشموع معاكي أصلا؟ والله بصي، أنا عندي خبرة في مجالات عديدة جدا طول حياتي، وربنا وتعبت كتير طول يعني الحمد لله الحمد لله. بس زي ما بيقولك، الرزق لما بيجي بيفتح لك ربنا طريق للعمل الحلو المجدي. حلو بيكفي يعني، عارفه ازاي؟ وبشغل ناس كتير جدا معايا كمان. حلو يعني جداً. محتاجه كتير جدا، مثلا بكون عندي 600 شمعه 700 شمعه، باخد مثلا 6 عمال معايا في السايت او حاجه زي كده. فده رزق ليا ورزق للايه؟ تمام. قولي لي انت بدايتك كانت ايه في الحاجات اليدويه، الشموع ولا اشتغلتي في حاجات قبل الشموع؟ الشموع دي بقول لك هي فكره. دي فكره. وشفناها بره ويعني تشتغلي عليها، وقررت جت كده حد قال لي ايه رايك نعمل الحته دي ومش عارف ايه وبتاع وكده، فقلت فواي نوت. هي فيري يعني، هي متعبه جدا. تصحي في الفجر وترجعي في الفجر، وعارفه نظام حفلات، وبتفضلي لغايه الحفله ما تخلص ومش عارف ايه وكده هو بتاع، فهي فيري اكزوستنج، فاهمه ازاي؟ بس يعني متعبه قوي، لكن مجديه الحمد لله ولذيذ. طريق رزق ربنا فتحه لي الحمد لله. قولي لي الخامات، انت الخامات دي عباره عن شمع. بس هو الشمع ده طبيعي 100%. تمام. اوكي. فلا بيطلع ادخنه ولا بيطلع ريحه، وده حلو قوي. امبارح كنا في اندور مثلا، البيت كبير قوي ما شاء الله، فكان مثلا حطينا 200 شمعة جوه البيت في الدور الاول والدور الثاني مش عارف ايه، ولعنا وكان فيري 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 سيف، ما فيهوش اي مشاكل علشان هو طبيعي، وكان متولع. خلي بالك انه كان متولع. ما كانش يعني مش حاسين ان الشمعة بتطلع اي دخان، ما بتطلعش اي ادخنه. حتى الازازه دي يعني احنا اشتغلنا بيها امبارح، يعني دوبك لمعناها تلميع بسيط كده. هو بس سؤال بقى هنيجي بعد كده، بس قولي لي قبل ما اوكي الخامات. احنا دلوقتي اشتغلنا على الشمع، شمع طبيعي، والسلندر اللي هو الازاز اللي هو محطوط ده فيها مجرد اطوال، ويعني ممكن قطر يبقى اكبر شويه اقصر شويه، يعني بنعمل اشكال عشان تدينا شكل بمستوى الشموع، وبعدين لما بتولع كلها بتبقى شكلها حلو قوي. طيب قولي لي كله ابيض؟ انا عملت لون ذهبي وعملت لون رمادي، بس الحقيقه ما حدش طلبه مني. حبيت الابيض، هو الابيض اقباله اكتر. الاقبال طبعا على الابيض اكتر. هو حاسسني كده بدنيا لطيفه قوي، لان عايزه مثلا تبقى عندك ثيم مثلا للحفله، مثلا عامله لون احمر او عامله لون رمادي او اسود، في ناس تعمل اسود، الحقيقه بتبقى حلوه قوي برده. بس لغايه دلوقتي انا عاملاه، بس ما حدش طلب مني اكتر. طيب قولي لي، بيبقى الخامه اللي بتحط فيها السلندر اللي بتحط فيها دي بتبقى بتستحمل؟ انت بتحطيه طبعا سخن يعني، الشمع نفسه بتسيحيه ازاي؟ بيتحط بس كده؟ لا ما بيسيحش، هو بيبدا الرمل زي ما هو كده. هو رمل. اوكي. يعني حضرتك لو حطيتي ايدك كده هو عباره عن رمل. بصي اوكي. حتى اتس فيري سيف، لو هو مثلا امن جدا، لو هو وقع بتطفي الشمع، يعني الشمع بتطفي نفسها. عارفه لو وقعت مثلا. انا كل ده تخيلاتي ان ده شكل، على فكره كنت متخيله ان هو ده موضوع تاني خالص. لا احنا نبتدي من اول جديد. نبتدي من اول جديد فعلا. انا كل ده متخيله صدقيني ان ده شكله، انا مش متخيله ان هو لا يعني بودر زي ما هو، باودر زي ما هو. طب قولي لي، وعامل زي الرمل، مش باودر سايح قوي، زي الرمله كده. الرمل بتفضل كده؟ طب بتقصر الرمله دي مع خالص؟ بصي امبارح مثلا كان عندنا حاجه في الساحل الشمالي، فدي مثلا قعدت 7-8 ساعات بيسيح حوالين الفتيله. طبعا احنا ما قدرناش نولع عشان الامن بتاع التلفزيون. لا عايز اعرف يعني، هي كانت دي كانت جوه ده؟ كانت ده رمل، ده كان رمل، كان رمل زي كده. وبعدين بعد ما الحفله ما بتخلص بتبقى دي سايحه قوي، فبنستنى لغايه ما تنشف علشان ما توسخش الازاز يعني. انا اللي اقصده الرمل بينقص مش قوي. لكن دي كتير، دي عشان دي كانت نفس الكميه مثلا؟
لا لا دي بتبقى مثلا باينه سوري بتبقى عامله كده بالظبط تمام فاهمه فبتسيح بنسيبها تنشف وبعدين 10 دقايق مش اكتر من كده وبنقوم بقى ناخدها بقى على العربيات ومش عارف ايه ونرجعها المخزن في التنظيف في المخزن بقى بس يا دوب بنشيل اللي هي الحته الصغيره دي وبقيه الشمع شغال يعني هي يعني مع السياحين بتبقى الحته اللي فوق البسيطه دي وبعدين الباقي بيها بالظبط. طيب قولي لي بقى كده مفيش ادخنه ومفيش اي حاجه سهل طبيعي الشمع ده طبيعي 100% طيب لا بيطلع ريحه ولا بيطلع دخان ده معناه ان سهل الحصول على الخامه والله هي الخامه مش برده ما بتتعملش في مصر ما فيش موجود في مصر منها في حاجات تانية اشكال تانية زي القشور بتاعت جوز الهند زي بس احنا عايزين الرمل ده فالرمل ده بالذات موجود في مستوردين ليه في مصر هنا تمام نعم طيب قولي لي بقى الاقبال اشتغلتي عليه وعجب الناس او بقت الفكره موجوده جميله جدا 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 والفكره انتشرت وفي شركات تانية ابتدت تشتغل يعني نفس الخامات ونفس الحاجات وبتاع وكده وفي كذا شركه فتحوا بعدين يعني احنا كنا شركه واتقسمنا نصين بين شركتين اول ما ابتدينا مثلا من سنه ولا حاجه زي كده وبعدين قولي لي الخامات او لما بيطلب منك بقى بيطلب انت اللي بتوزعي ده في المكان اللي انت رايحاه طبعا احنا بنعمل الديزاين انت اللي بتعملي الديزاين التصميم بتاع بصي زي ما جينا هنا مثلا في كرسيين وعايزين نعمل مثلا شكل فبنعمل كذا يعني اطوال مختلفه هنا وهنا ممكن احط صغير لو هنا لو يعني عارفه ازاي حسب المكان في سلالم مثلا بنحط على السلالم لو حد دخل على الصفحه بتاعتنا هتشوفوا حاجات كتيره يعني عاملين حاجات في قصر الدهب في محمد علي بيبقى على حسب الطلب اللي موجود طيب قولي لي اللي هو الخامه دي بتكون موجوده انت اللي بتبقي عايزاها بسمك معين ولا بشكل معين وهي بتبقى معروفه فانت بتجيبيها لا هي موجوده هي موجوده في السوق وفي بس بقى في حاجات بتبقى كواليتي احسن الخامه بتبقى احسن وفي حاجات بتبقى خامات مصريه مثلا ملونه انا بحب اللي هو الشفاف اللي هو احدث حاجه ده كده احدث موضه موجوده في موضوع الشموع ولا في حاجات بتتغير بصي كل فتره بنعمل بقى طبعا انا طول الوقت ببص في الاسواق بشوف ايه الجديد مش عارف ايه كده اهو ففي ممكن الفازه تتغير احنا ممكن الشمع ده لانه بودره فبنحطه في اي حاجه عندك مثلا اي حاجه كريستال تحطي فيها وتولعي فيها شمعتين مثلا هتشتغل بس انا ببص برضو على الحاجه الاقتصاديه عشان مثلا في واحده ب 900 جنيه مش هجيب مثلا 600 واحده ب 900 جنيه يعني هتبقى غاليه جدا الحاجات المستورده الفظيعه بحاول ان انا يعني اوجدها لازم تبقى برضو اقتصاديه بحيث ان هي بتكسر كتير كمان طبعا فيها هالك كتير جدا في كل في ما بتعملش ريحه هي فيها نوع من انواع العطور ولا لا هي ما بتطلعش خالص لا لا خالص هي طبيعي 100% يعني لا فيها زي البارافين ولا زي ولا حاجات اللي هي فيها الشموع العاديه بيبقى فيها شويه حاجات اضافات لكن دي لانها بودره كده تحفه اولا تسلم ايديكي وشكل رائع بنشكرك جدا جدا وكنت منورانا ويا رب بكل التوفيق ميرسي لحضرتك ميرسي ليكي شكرا جزيلا للفرصه يعني بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم نهايه فقرتنا لكن لسه حلقتنا ما خلصتش هنخرج لفاصل ونرجع لتغريد خليكم معانا مرة أخرى مشاهدينا يمكن رباب كان معاها فقرة لطيفة جدا جدا وفكرة الشموع والرمل الشموع برمل يعني هو ماتيريال ورمل يعني هي حتى مسكته في عامل زي رملي أنا كنت فاكرة أصلا شمع يعني بس لقيته إن هو رملي بس فكرة مختلفة يعني وجديدة والألوان كمان يعني اللون كمان اللي هو الأبيض ده لون لطيف حلو حلو كان معاكي فقرة هايلة جدا في الأول اللي هي حلوين بصراحة الفقرة الأولى إن زي يكون في انفصال بس انفصال ثقافي يعني طريقه ثقافيه مختلفه ان يكون في ود وتعامل محترم ودي مهمه جدا على فكره وكمان بتؤثر على الاولاد اكيد الفقره الثانيه كمان كانت مهمه جدا انه ما تقوليش كل الحاجات اللي عندك بشكل تلقائي لسانك حصانك ان ممكن يكون بيترتب عليها مشاكل كتيره جدا بشكرك جدا يا رباب شكرا ليكي بشكرك جدا يا تغريد بنشكركم مشاهدينا على حسن المشاهده والمتابعه يا رب حلقتنا تكون نالت اعجابكم على وعد بحلقتنا
متجددة وزينة بطعم البيوت.